نوري سي بلقاسم الخلفي وكاتب عام لقب عوان الصحي. انا كاتب عام فرع جامعه للصحه بالقيروان. عندنا تعليمات انه يلزم الاتحاد يكون واقف باش ينجح الحمله هذه. نطلبوا من الناس كل باش يتلقح، خاطر من نجم وننتصروا على الوباء هذا الا بالتلقيح. دعوة من خلالكم الناس كل باش تجي تفكسي، راهو اهم حاجه، وهذيك الطريقه الوحيده باش نخرجوا، باش نخرجوا من الكارثه هذه والوباء هذه ونرجعوا لحياتنا الطبيعيه بالتلقيح. يا ناس الناس كل تمشي للمراكز تلقح، راهي مفتوح. سيبو باكس تطلع على السيارات الاسعاف متوفرين. صباح الخير سي ناجح. والله العظيم كما كان يحكي سي بلقاسم باش حابين ننجحوا العمليه هذه التلقيح، وان شاء الله الناس كل تكون تتفهم الموضوع وتجي كل على قدم الساق. كذلك احنا في كمهمه سيارات الاسعاف عندنا اربع مراكز التلقيح في ولايه القيروان، عقبه، الامان، رقاده والبرجي. اربع مراكز، كل مركز فيه سياره اسعاف حتى نامنوا عمليه التلقيح. لا قدر الله، احنا نقولوا ان شاء الله ما فما حتى شيء، باش لا قدر الله تقع اي انسيدون نكونوا متواجدين على المكان، نكونوا نقوموا بعمليه الاسعاف وناقهم الاستعجالي اللي هو متوفرين فيه رؤساء الاقسام حاضرين، وعمليه التكثيف الاستعجالي غير عاديه اليوم. كان كما نقولوا كان عندنا طبيب، اليوم عندنا زوز اطباء في الارجنس، لا غالبه زوز فيها اطباء الارجنس، حتى نكونوا حاضرين للشيء هذا.